معلومة طقسية: طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 6. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول الأحد الثالث من طوبة، الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنيائيرن تئتفي، بارك أهوية السماء. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 19 من شهر طوبى المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 954 للشهداء 1238 ميلادية، كان اكتشاف أعضاء القديسين أباهور وبيسوري وأمبيرة أمهما من أهل شباص الشهداء مركز دسوق، واستشهدوا في زمن عبادة الأوثان، ووضعت أجسادهم في كنيسة بلدهم. ولما غزت الحملة الصليبية الخامسة مصر وملكوا مدينة دمياط وما جاورها من البلاد، خرج إليهم الملك الكامل ملك مصر بجيوشه، وأثناء مرورهم على البلاد هدموا وخربوا بعض الكنائس، ومنها كنيسة شباس الموضوع فيها أجساد هؤلاء القديسين. فأخذ أحد الجنود تابوت القديسين ظنا منه أنه سيجد فيه مالا، فلما فتحه وجد هذه الجواهر الكريمة التي لا يعرف قيمتها، فطرحها بجوار حائط الكنيسة وأخذ التابوت وباعه. أما الأعضاء النفيسة فوجدتها امرأة أحد الكهنة، فأخذتها ووضعتها داخل الكنيسة وغطتها بكمية من الطوب، وبقيت هكذا نحو 20 سنة. ولما أراد الله إظهارها تذكرتها المرأة وأعلمت المؤمنين بمكانها، فوضعها الكهنة في تابوت جديد داخل الكنيسة، وظهرت منها آيات وأشفية كثيرة. بركة صلوات هؤلاء القديسين فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، باركوا أيها الشعوب إلهنا، واسمعوا صوت تسبيحه الليلويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك، وكان يعمد، وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن، الذي أنت قد شهدت له، هو يعمد والجميع يأتون إليه. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء، أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد كتم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطى الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين. النهاردة القراءات بتاعتنا تشير إلى أهمية المعمودية لنوال الشفاء جسديا ونفسيا وروحيا، وأنها هي أول سر بنتمتع به أو بيتمتع به الإنسان، وبعد كده بينال بقية الأسرار. فالباب للدخول إلى كل الأسرار هو المعمودية، ولذلك الكنيسة أعطتنا النهاردة قراءات تدل على هذا. في إنجيل عشية من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الخامس من عدد 1 لعدد 18. الإنجيل هنا بيتحدث عن شفاء مريض بركة بيت حزدة، وهذا المريض كلنا عارفين إن كان ليه 38 سنة مطروح على البركة، وبيقول كده إن كل ما أجي أنزل كان الملاك بينزل يحرك الماء، لكن كل ما كان يجي ينزل قدامه حد آخر فما كانش بيشفى، وقعد 38 سنة على البركة محتاج إن حد يلقيه في الماء عشان ينال الشفاء. بيت حزدة بتعني بيت الرحمة، وربما تكون أخذت هذا الاسم من مراحم الله التي ظهرت بشفاء المرضى الذين ينزلون في البركة. البركة دي هي اللي بتشير إلى المعمودية، لما الإنسان كان بينزل في البركة ينال الشفاء، والمعمودية لما الإنسان أو الطفل بينزل فيها ينال شفاء من الخطية بتاع أبونا آدم، وبعدين بياخد سر الميرون، سر حلول الروح القدس فيه. طبعا الروح القدس بيبقى في المعمودية وفي سر الميرون، فبينال شفاء جسدي وشفاء نفسي وشفاء روحي. المؤمنين بيتمتعوا بالولادة الثانية دي في المعمودية، زي ما هذا الرجل بيقول كل ما بينزل إنسان بعد تحريك الماء ينال الشفاء. البركة دي كان لها 5 أروقة، لا بقى قالوا لنا ال5 أروقة تشير إلى أصفار موسى ال5، والملاك اللي كان بينزل يحرك الماء يشير إلى كلمة الله المتجسد السيد المسيح، اللي هو الطبيب السماوي الذي يشفي أي مرض يعتريه الإنسان. كان عند البركة زي ما احنا عارفين جمهور كثير. مين هم الجمهور الكثير ده؟ مرضى. ايه نوعيتهم؟ مرضى وعمي وعرج وعسر، كل واحد فيهم منتظر انه ينزل بعد تحريك الماء. اي نعم، اللي كان ليه حد او اللي كان بيبقى سهران او مستعد، لان ما كانش ليها وقت محدد تحريك الماء، الملاك ينزل في اي وقت يحرك الماء، يبقى المستعد هو اللي ينزل في الماء ينال الشفاء. يا ريت كلنا نكون نحن مستعدين دائما عشان يبقى لينا نصيب في شفائنا من اي خطية تعترينا عن بسر التوبة. هذا الرجل عانى من الحرمان والمرض والتعب الكثير والكثير. ليس لي أحد يلقيني في البركة، لما جاله السيد المسيح وبيسأله أتريد أن تبرأ؟ خلوا بالكم هذا السؤال، أتريد أن تبرأ، لأن السيد المسيح عارف أن سبب مرضه الخطية، ولذلك هو قال له كده بعد ما قابله في الهيكل بعد ما نال الشفاء: ها أنت قد برئت فلا تخطئ لئلا يكون لك أشر. فهو بيقول له أتريد أن تبرأ، يعني تذكر كده أن سبب مرضك هو الخطية. الخطية صدقوني سبب كل الأمراض اللي بتعتري الإنسان، سواء أمراض جسدية أو روحية. فهو عايز يخليه يعني يقدم توبة، يحسوا على تقديم توبة عن الخطايا اللي كان عملها وسببت له المرض. وبعدين أيضا السيد المسيح كله محبة وكله حنان، عارف إن هذا الرجل له 38 سنة ويقول له ماليش حد يرميني في البركة. فعايز أطمنك يا أخي، ما كانش ليك حد، ليك رب المجد نفسه. شوف، هو الطبيب الشافي يذهب إلى المريض ليشفيه. هو احنا اتعودنا إن المريض يروح للطبيب، لكن السيد المسيح له المجد، الطبيب الشافي هو الذي ذهب إلى هذا المريض على بركة بيت حزدة. أتريد أن تبرأ؟ لما هذا الرجل اعترف إن ملوش حد معين ليه يلقيه في البركة، فقالوا السيد المسيح له المجد، معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء. ولذلك هذا المفلوج أنا بعتبر إن هو عنده رجاء. يعني شوف قاعد مش زهق من القعدة سنة واثنين وعشرة وعشرين، لا، عنده رجاء إن ممكن يجي اليوم اللي ينزل في البركة وينال الشفاء. فيا ريت دايما لما نطلب طلب يكون عندنا رجاء إن ربنا بيستجيب لينا، يستجيب لينا بأيوة أو لا فنشكره، لكن دايما يكون عندنا رجاء ويكون عندنا محبة. الكل أهمله والكل سابه، لكن السيد المسيح له المجد ما سابوش. الكل تخلى عنه وأهملوه، لكن السيد المسيح لن يتخلى عنه. ثق إن السيد المسيح لن يهملك ولن يتركك، هو معك دايما، فما تخافش وخلي عندك دايما رجاء. لو أنت مريض، لو عندك تجربة، لو عندك أي حاجة، اضطهادات، مضايقات، ما تخافش، ثق إن ربنا معك دايما. يعني تقول كده مع معلمنا داود النبي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. تمسك بالرجاء. لنا رجاء في السيد المسيح إن هو عارف كل ظروفنا وهو بيدبر كل أمور حياتنا. فالسيد المسيح أعطاه الشفاء في كلمة: قم احمل سريرك وامشي. أيضا أنا بعتبر هذا المفلوج إنسان عنده إيمان، لأن واحد 38 سنة على البركة مش لاقي، يعني مش قادر يتحرك، مرض صعب، لما السيد المسيح يقول له قم احمل سريرك، فبإيمانه فعلا قام وحمل سريره ومشي. لكن خلي بالك، كل ما بتعمل خير في عدو الخير بيحاربك. السيد المسيح له المجد صنع خيرا وشفى هذا المفلوج، لكن في أعداء من اليهود، من الكتبة والفريسيين، اللي خايفين كلهم على مناصبهم. فلما شافوا هذا الرجل شفي في يوم سبت، مين اللي شفاك؟ ازاي يوم السبت ده ممنوع انك انت تحمل سريرك؟ فقال لهم: الذي أبرأني قال لي قم احمل سريرك وامشي. ما كانش يعرفه، لكن بعد كده قابله السيد المسيح في الهيكل وقال له: ها انت قد برئت فلا تعد تخطئ مرة اخرى. فراح قال لليهود، هو راح قال لليهود ان السيد المسيح هو اللي شفاني، لعلهم قلوبهم تلين وتبقى قلوب يعني مملوءة بالإيمان بالسيد المسيح، لكن كانت قلوبهم قاسية. إنجيل باكر من إنجيل معلمنا يوحنا، أصحاح 3 من عدد 1 لعدد 21. وفي هذا الجزء بيحدثنا عن زيارة نيقوديموس إلى السيد المسيح ليلا. نيقوديموس اسم يوناني معناه المنتصر على الشعب، كان رئيس لليهود وكان معلما، وكان بيسمع عن السيد المسيح وسمع السيد المسيح ربما في أحاديثه، لكنه جه بالليل حس إن هو محتاج إنه يقعد جلسة هادئة مع السيد المسيح عشان يفهم حاجات كتيرة. دي محتاجها كل واحد فينا، إن احنا نقعد في جلسات هادئة مع رب المجد ونتأمل في كلامه ونعيش معاه. فلما جه بالليل، طبعا هو جاي في الليل خايف، ربما يكون خايف من اليهود، لأنه هو راجل معلم كبير في اليهود وراجل ليه مكانته وراجل عضو في السنهدريم. فجاء ليلا إلى السيد المسيح. هو جاء في الظلمة، لكن السيد المسيح ما خلاهش بقى يعيش في الظلمة، أنار له السيد المسيح قلبه. إن كان هو كان عايش في الظلمة، لكن بمجيئه للسيد المسيح أنار له قلبه. السيد المسيح وضح له أهمية الميلاد الثاني من فوق، اللي يتولد من فوق هيبقى ليه نصيب في ملكوت السماوات. فقال له: إزاي هيتولد؟ يعني إيه ميلاد تاني؟ ما كانش طبعا فاهم نيقوديموس، هل الواحد هيدخل بطن أمه تاني ويتولد؟ فقال له: لا، ده عمل خاص بروح الله القدوس. شرح له بقى الولادة الثانية. إيه هي الولادة الثانية؟ من يولد من الماء والروح. ماء وروح، وده اللي هي المعمودية، وده اللي عملته لنا الكنيسة في سر المعمودية. ميلاد جديد، لأن الميلاد الجسدي من الأب والأم ده ميلاد جسداني، لكن إحنا لينا ميلاد، أنت كإنسان مؤمن اتولدت مرتين، ميلاد جسداني من الأب والأم الجسدية، وليك ميلاد روحي روحاني أصبح في المعمودية. فمين أبوك ومين أمك؟ أبوك الجديد هو رب المجد، أمك الكنيسة. فإحنا لينا هنا ولادتين، بنتمتع بالميلاد الثاني، لأن السيد المسيح قال من آمن واعتمد خلص. وزي ما قلنا أن المعمودية هي السر الأول في الكنيسة اللي به تدخل إلى كل الأسرار الموجودة في الكنيسة. وبعدين في المعمودية عرفوا أن هو موت وقيامة مع رب المجد، مدفونين معه في المعمودية ونقوم معه أيضا ونلبس السيد المسيح له المجد. كل دي بركات بناخدها من خلال سر المعمودية. السيد المسيح وضح له حاجات كتيرة، وضح له كمان محبة الله للبشرية، إنه جاء لكي يفدي البشرية، وذكر هذه الآية اللي كلنا حافظينها: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وعطاله مثال الحية النحاسية، كما رفع موسى الحية، واللي كان بيلدغه العقرب ويبص للحية النحاسية كان بينال الشفاء. هكذا ابن الإنسان، هكذا السيد المسيح له المجد، رفع على عود الصليب، من يؤمن به ينال مغفرة خطاياه، ومن يؤمن به ينال حياة أبدية. البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين الأصحاح 10 ومن عدد 19 لعدد 39. القديس بولس بيحدثنا هنا ويكلمنا إننا كإخوة معا، إحنا كإخوة بثبوتنا في المسيح يسوع اللي هو يعتبر الكاهن والذبيحة، صار لنا حق التمتع بالسماويات. صار لنا حق التمتع بالسماويات. هذا تم عن طريق الصليب. إمتى تم؟ لما صلب السيد المسيح انشق حجاب الهيكل وظهرت لنا الأقداس. الحجاب ده كان يمثل غضب الله على الإنسان بسبب الخطية بتاعته واستحالة رؤية الإنسان لله، لكن بموت السيد المسيح على الصليب انشق الحجاب أمام قدس الأقداس. يعني انشق الحجاب أمام قدس الأقداس، يعني انفتح أمامنا الطريق إلى السماء، وربنا دعانا أبناء ليه. طب والطريق ده نعرفه إزاي؟ عن طريق السيد المسيح، لأن هو اللي وضح لنا وقال لنا أنا هو الطريق والحق والحياة. إن الطريق دلوقتي أصبح واضح، وإحنا بناخد جسد السيد المسيح له المجد عشان ناخد حياة أبدية وغفران للخطايا من خلال سر الإفخارستية. فكل هذا وضحه لنا القديس بولس الرسول. الكاسيليكون من يوحنا الأولى 4 من 11 ل 21 وبيحسنا هنا عن محبتنا بعضنا لبعض، وبيقول لنا أن نتمثل به. يعني يا أخي احنا كلنا نتذكر آخر وصية للسيد المسيح للآباء الرسل ولينا إن احنا يكون لنا محبة بعضنا لبعض. فبيحسنا إن احنا نحب بعضنا بعض، نعترف بأن السيد المسيح له المجد هو الله المتجسد، هو الذي فدانا على عود الصليب وخلانا أبناء لله وفتح لنا طريق الفردوس وطريق المجد ويكون لنا ميراث في ملكوت السماوات. الإبراكسيس من سفر الأعمال الأصحاح 2 ومن عدد 38 لعدد 45. هذا الجزء بيوضح نتيجة عظة القديس بطرس الرسول في يوم 50. إيه اللي حصل؟ إن الناس اللي سمعوا العظة، الكتاب يقول لنا نخسوا في قلوبهم وقالوا للقديس بطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم القديس بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. وطبعا دي البشارة اللي بشر بيها القديس يوحنا: توبوا. السيد المسيح يقول لنا في إنجيل معلمنا لوقا: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فالتوبة بنعتبرها معمودية ثانية، فياريت كل واحد فينا يفكر في حياته ويقدم توبة حقيقية ويعترف بخطاياه عشان ربنا يغفرها ليه. إنجيل القداس من إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 3 ومن عدد 22 لعدد 36. والجزء ده فيه شهادة القديس يوحنا المعمدان للسيد المسيح له المجد. تلاميذ القديس يوحنا شافوا تلاميذ السيد المسيح بيعمدوا، فراحوا للقديس يوحنا بيقولوا له اللي انت عمدته وشهدت له هو بيعمد والناس كلها راحت له. فالقديس يوحنا المعمدان كان في منتهى التواضع، قال لهم انا قلت لكم انا لست المسيح، ان هذا يزيد وان انا انقص، انا ما الا صديق العريس، وصديق العريس انا كده فرحي قد كمل، لكن العريس هو اللي ليه كل الفرح. فاحنا كمؤمنين نحن عروس المسيح، نفسك عروس للمسيح، كنيستنا عروس للمسيح، فاحنا عايزين نعيش كلنا مع عريسنا السماوي. نعمل ايه؟ نحفظ وصاياه ونفعل كل ما يريده منا، عشان لما نيجي في اليوم الأخير نسمع الصوت الفرح، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. لإلهنا كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين.